كشفت مصادر الحدث أن الحكومة الفلسطينية برئاسة محمد شتيه ستقدم استقالتها خلال أسبوع على أن يتم تشكيل حكومة تكنوقراط لإدارة شؤون الأراضي الفلسطينية. ومن المرجح وفقا للمصادر أن يقود الحكومة الجديدة رئيس صندوق الاستثمار الفلسطيني محمد مصطفى. حركة حماس من جانبها قالت إن الوقت الحالي ليس مناسبا للحديث عن حكومة توافق وطني، وإن الأولوية الآن هي لوقف العدوان الإسرائيلي على غزة وإغاثة الشعب، نافية أن تكون الحركة قد بحثت مع فتح هذا الموضوع. هناك مساعي لتشكيل حكومة كفاءات تنسجم مع مصلحة الشعب الفلسطيني، ما من حديث حقيقة ما بين حركة فتح وحركة حماس، لكن هناك نقاشا فلسطينيا داخلا، القيادة الفلسطينية تدرس كل الخيارات الممكنة لمواجهة العدوان وإنهاء هذا العدوان عن شعبنا وإغاثة شعبنا الفلسطيني في قطاع غزة وحماية ما تبقى من حياة لشعبنا هناك وإعادة الحياة والإعمار إلى القطاع. هذه كلها قضايا تناقش داخليا وتناقش عربيا، لكن كما قلت لك يعني المهم الأرضية، والأرضية نحن بحاجة إلى انتهاء العدوان حتى تمكن هذه الحكومة وغيرها كما قلت سواء الحالية وأي حكومة قادمة أن تذهب إلى قطاع غزة. كيف نذهب إلى هناك ونتنياهو يعلن خطة مفادها أنه سيعيد احتلال قطاع غزة؟